في ناس من اللي بيعملوا رجيم بياكلوا كتير على السفرة برمضان، والحل عندهم بسيط، بعد ما بياكلوا بروح على الحمام بيستفرغ. بس قبل ما تتخذ قرار بالاستفراغ أو تتخذ قرار، تذكروا كويس إنه الاستفراغ العمد راح يعمل لي ارتجاع معدي مريئي، راح يعمل لي حرقان في المريء قد يسبب فيما بعد إلى السرطان المريء، راح يعمل لي مشاكل بالمعدة، راح يعمل لي مشاكل بالجهاز الهضمي، ويؤدي بي إلى مشاكل نفسية خطيرة ممكن أحتاج إلى تناول أدوية نفسية.